في البازيليك الأولى في العالم نستمع إلى أصوات التهليل الفصحي. في كنيسة القيامة يحتفل بسبت النور وفقا لمتطلبات الوضع القائم الستاتوس كو. احتفل غبطة بطريرك اللاتين فؤاد طوال بقداس القيامة بمرافقة لفيف من الأساقفة الكاثوليك إلى جانب حوالي 100 كاهن آخر. وهذا القداس هو الذي يحتفل به على مدار السنة، وتبدأ رتبة القداس على باب البازيليك برتبة النور بإيقاد شمعة القيامة التي تؤخذ نارها من الشمعة داخل القبر المقدس، وفي هذا دلالة على أن نور القيامة ينير العالم. ثم يوقد سائر المؤمنين شموعهم وهي بمثابة المشاعل التي تضيء أرجاء الكنيسة، وينتظر الجميع البدء بليتورجية الكلمة، والحجاج الذين توافدوا من مختلف الجنسيات يصغون إلى القراءات السبع باللغات اللاتينية التي تتحدث عن أعمال الله العظيمة لشعبه. ثم نستمع إلى صلاة التمجيد على أنغام الأرغن، وهذا إذان ببدء القسم الثالث الكبير. ومع أصوات قرع الأجراس الاحتفالية يحيط المؤمنون بالقبر المقدس مكان القيامة المجيدة، وبعد قراءة رسالة بطرس يؤدى الإنجيل ترتيلا أمام القبر الفارغ الذي يبشر بتتميم وعود العهد القديم. في الناحية الشمالية من القبر المقدس حيث وضع إبريق ماء للتبريك، يسير غبطته في تطواف بالشمعة الفصحية ذكرى تجديد وعود المعمودية. ثم تستمر رتبة القداس بالذبيحة الإلهية التي هي ذكرى موته وقيامته. وفيما ينتظر العالم كله احتفال القيامة ليلا، يكون المسيح قد قام في القدس. إنه أمر مثير جدا أن أحضر إلى هنا، المكان الذي كان فيه يسوع بالفعل، وهذا يعني لي الكثير في حياتي، وهذا فخر لي. أنا في لب القيامة، وهذا شرف عظيم أن أكون هنا وفي هذا الوقت بالتحديد، وخصوصا في هذه الكنيسة. إنه أمر مؤثر جدا للغاية.